يوم جديد مع أحدث طبعات صحافة مملكة البحرين لهذا اليوم الخميس الموافق للحادي عشر من شهر يونيو لعام 2020. على الله توكلنا مشاهدينا، ونبدأ مع صحيفة أخبار الخليج والتي نشرت على صدر صفحاتها ناصر بن حمد: طلبتنا أثبتوا أنه لا يوجد مستحيل في قاموس حياتهم. اقتراح نيابي بتحمل صندوق التعطل أجور البحرينيين في القطاع الخاص. شركة ألبا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية. مدرسة بيان البحرين تخرج الفوج 26 وفقا لشروط التباعد الاجتماعي. وإلى صحيفة الوطن والتي بيّنت في أولى صفحاتها: القائد العام: تسخير كافة الإمكانيات والمنشآت الطبية لمكافحة فيروس كورونا. الاستهتار أدى لانتشار كورونا. اقتصاديون: البحرين بعيدة عن الخطر. ومع صحيفة الأيام والتي عنونت: وزير التجارة خطط أوسع لتحفيز السياحة. مستشار أمني أمريكي قطر: الملاذ الآمن للإرهابيين ومولي الإخوان. وأخيرا وليس آخرا مع صحيفة البلاد والتي استهلت: كورونا يؤخر نقل أبراج الطيران المدني بالحد. البحرين الرابعة بمؤشر مستخدمي الأنترنت. نشرت صحيفة الوطن أن القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة أكد أن قوة الدفاع مستمرة في دورها الوطني ضمن الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا في تسخير كافة إمكانياتها ومنشآتها الطبية والكفاءات المتخصصة من منتسبيها في الصفوف الأمامية. وبخط قلم الكاتبة فاطمة الصديقي نقرأ مقالا في صحيفة الوطن والذي جاء بعنوان: التعايش مع فيروس كورونا مسؤولية. وقالت فيه ما يلي: لا تزال اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في عمل متواصل وجهد دؤوب مستمر وتطلعات إيجابية للحد من انتشار فيروس كورونا. قرارات عديدة أصدرتها اللجنة التنسيقية من أجل حماية جميع فئات المجتمع والحفاظ على صحتهم وسلامتهم. إن مساعي الدولة في الحفاظ على سلامة الجميع يثمنها المجتمع البحريني ويقدرها، لذا يجب أن يقابل ذلك بمساع جادة من جميع المواطنين والمقيمين. ففي مثل هذه الأزمات المصيرية لا تقع المسؤولية على الدولة وحدها، وإنما هي شراكة وطنية مجتمعية مع كل فرد يعيش على هذه الأرض. التعايش مع الأزمة لا يعني الانفلات أو اللامبالاة، إنما التعايش بسلوك تؤطره تلك القرارات التي صدرت من الدولة من تباعد اجتماعي وأخذ تدابير الاحترازية والوقائية والممارسات المسؤولة في المجتمع. نشرت صحيفة الوطن أن الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا أكد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم أمس أكد أن الاستهتار بالإجراءات والتدابير الاحترازية في الفترة الأخيرة كان سبباً في انتشار الفيروس وارتفاع حالات الإصابة، وذلك نتيجة التجمعات الأسرية والاجتماعية والخروج من المنزل لغير الضرورات، مشددين على المسؤولية الفردية. نقرأ من صحيفة أخبار الخليج إلى أن وزير الخارجية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني أشار خلال مشاركته عبر الاتصال المرئي الإلكتروني في المؤتمر الذي يأتي بتنظيم من جمهورية سنغافورة وبالتعاون مع الأمم المتحدة بمناسبة مرور 75 عاما على صدور ميثاق الأمم المتحدة، أشار إلى أن جائحة فيروس كورونا تمثل في الوقت الحاضر تحدياً وفرصة كذلك، لأنها أظهرت قيمة التعاون في قضايا
مثل اللقاحات والعلاجات، وسلطت الضوء على مدى الترابط العالمي. نشرت صحيفة الأيام أن وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني أكد خلال اجتماعه مع جمعية السفر والسياحة وعدد من ممثلي مكاتب السفر والسياحة، أكد على أهمية الاستعداد لدعم انتعاش القطاع في مملكة البحرين والعمل على وضع خطط أوسع لتحفيز السياحة. وبقلم الكاتبة طفلة الخليفة نقرأ مقالا في صحيفة أخبار الخليج، والذي جاء بعنوان مواجهة، فإلى أبرز ما جاء في هذا المقال. أبدأ 70% من رجال الأعمال تفاؤلهم بمستقبل اقتصاد المملكة، وتوقعوا أن تتعافى أعمالهم خلال سنة من انتهاء أزمة كورونا، فيما كشف 61% من أصحاب الأعمال عن تسجيل نمو في دفعاتهم الإلكترونية. كشف عن ذلك التقرير الثالث حول تداعيات أزمة كورونا على القطاع الخاص، والذي أعده مركز دراسات وتم استعراضه خلال اجتماع المجموعة التنسيقية لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين. من المهم الاعتماد على الدراسات العلمية للتعرف على الأوضاع الحالية والمستقبلية، سواء للتجار أو لغيرهم من فئات الشعب خلال هذه الأزمة، وذلك للبحث عن حلول ومخارج لهذه الأوضاع والمشكلات. كما أنه من المهم دراسة التوقعات للمستقبل، سواء إذا انتهت الأزمة أو لم تنتهي، وكيف يمكن التصرف بحيث لا تفاجئنا الأحداث ونكون مستعدين لها. وسيكون المطلوب أيضا وضع البرامج والخطط بناء على هذه الدراسات وما تظهره من نتائج. إلى ذلك، بيّنت صحيفة الوطن أن وكيل وزارة الصحة الدكتور وليد المانع أكد على ضرورة الالتزام بالمسؤولية الفردية والتقيد بالقرارات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع، بما يسهم في انحسار وتجاوز جائحة فيروس كورونا بنجاح. كما ونشر صحيفة الوطن أن استشاري الأمراض المعدية بالمستشفى العسكري وعضو الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا المقدم الطبيب الدكتور مناف القحطاني أوضح أن فتح مراكز ذوي الهمم مؤخرا راجع للجهات المختصة، وأن مهمة الفريق الوطني هي إبداء الرأي ووضع الاشتراطات المطلوبة لعملية إعادة فتح أي نشاط. فيما نشر صحيفة الوطن أن استشارية الأمراض المعدية والأمراض الباطنية بمجمع السلمانية الطبي الدكتورة جميلة السلمان أكدت أن سبب زيادة الوفيات خلال الفترة الماضية يأتي نتيجة الأعراض الكمينة والأمراض المزمنة وضعف المناعة لكبار السن، أو نتيجة أسباب أخرى تسهم في تطور المرض والوفاة. نشرت صحيفة أخبار الخليج مقالا للكاتب عبد المنعم إبراهيم، والذي جاء بعنوان رغم جائحة كورونا لا يزال هناك تفاؤل بمستقبل الاقتصاد. تحدث فيه حول نتائج تقرير تداعيات أثار جائحة كورونا على القطاع الخاص، فإلى هذا المقال. هناك تأثير بلا شك لجائحة كورونا على الاقتصاد العالمي، وهذا يؤثر أيضا على الاقتصاد في البحرين، لكن النتائج المنشورة لم تكن قاتمة جدا، وهناك تفاؤل بتحسن الأوضاع في البحرين. من جهته، قال الشيخ محمد بن خليفة الخليفة وزير النفط والغاز في حديث إلى أخبار الخليج أن البحرين تسير بثبات وقوة في تطوير قطاع النفط والغاز رغم التحديات، إذن القطاع الخاص والقطاع الحكومي كذلك يسيران باتجاه متفائل إزاء المستقبل بعودة وتيرة الحياة الاقتصادية في البحرين.
وهذا جانب إيجابي مع تأكيدنا أننا بلا شك سوف نتأثر بتراجع النمو الاقتصادي العالمي والتوقف بعض القطاعات عن العمل كالسياحة والسفر والفندقة والضيافة وشركات الطيران، لكن هذا كله رهن بتعامل حكومات العالم جميعها مع حالات الإغلاق للأنشطة الاجتماعية أثناء جائحة كورونا. هذا وبين الصحيفة أخبار الخليج إلى أن مجموعة من النواب تقدموا باقتراح بقانون بإضافة بند جديد إلى قانون التأمين ضد التعطل، والذي ينص على سداد أجور العمال البحرينيين المؤمن عليهم بموجب قانون التأمين الاجتماعي في الشركات والمنشآت والمؤسسات التي تأثرت اقتصادياً بجائحة كورونا. كما ونشر الصحيفة البلاد إلى أن المدير التنفيذي للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية للشرق الأوسط تومبيكي قال في حديث حصري لصحيفة البلاد إلى أن خطط الطوارئ البديلة جاهزة لاستضافة حوار المنامة لعام 2020، مضيفا إلى أن جائحة كورونا ستطرح في أجندة حوار المنامة لعام 2020. بينما نشر الصحيفة الأيام أن شركة ألومنيوم البحرين ألبا أعلنت عن سير عملياتها التشغيلية بكامل طاقتها الإنتاجية رغم جائحة كوفيد-19 مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية ومع ضمان سلامة وصحة العاملين بالشركة. أوضحت صحيفة الإسكان في رد لها على صحيفة البلاد إلى أن سبب تأخر تسليم الأراضي الواقعة ضمن إطار منطقة أبراج الاتصالات التابعة للطيران المدني بمشروع مدينة شرق الحد يعود إلى أسباب فنية وتقنية ناتجة عن آثار جائحة فيروس كورونا. في بادرة هي الأولى من نوعها على مستوى المملكة، حيث لفتت صحيفة أخبار الخليج إلى أن مدرسة بيان البحرين أقامت احتفالها السنوي بتخريج طلبتها من الفوج 26 في حلبة البحرين الدولية خلال مراعاة قواعد وشروط التباعد الاجتماعي. يبدو أن سلسلة فضائح قطر في تمويل الإرهاب والرشوة مستمرة ومتصدرة في طيات الصحف العربية والأجنبية، حيث نقلت صحيفة الأيام عن نيوزويك الأمريكية بأن المستشار المختص في الأمن القومي الأمريكي ديفيد روبي أكد بأن قطر الملاذ الآمن لإرهابي القاعدة وطالبان والممول الرئيسي لجماعة الإخوان وحماس، وحذر من جماعات الضغط التي تدعمها قطر. وإلى فن الكاريكاتير. وبفن الكاريكاتير مشاهدين نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا اليوم. شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.